للمزيد ينضم الينا هاتفيا من لندن الاعلامي خالد مصطفى. صباح الخير استاذ خالد. وهناك مصادر تتحدث عن اجراء تصويت بمجلس العموم اليوم حول سحب الثقه من رئيسه الوزراء تريزا مي. هل بات هذا الاتفاق يعصف بمستقبل تريزا مي السياسي؟ صباح الخير. بالفعل صرحت السفير جراهام برادي هو رئيس اللجنه المخصصه المسماه في 1992 بحجب الثقه عن رئيس الوزراء والوزراء في مجلس العموم البريطاني بانه قد حصل بالفعل على العدد المطلوب للتصويت او الاقتراع على حجب الثقه على رئيس الوزراء وهو عدد 48. قد تقدموا بالفعل وفي خطوه قد تكون متغيره تماما عن سير الاحداث داخل العموم مجلس الوزراء خلال الفتره الماضيه، لان لوحظ ان الكل يدعم تريزا ماي عمليه الخروج حتى وان كانوا غير متفقون تماما مع نهج تريزا في الاختطاف. ولكن اخفاق رئيس الوزراء بالامس بعد لقائها بانجيلا ميركل رئيس وزراء المانيا هو ما دفع حزب المحافظين لسرعه لاجراء هذا التصويت بعد تصريح انجيلا ميركل مباشره بان تريزا ماي جاءت الى المانيا لتحاول ان تحصل على دعم ثنائي من المانيا، لان المانيا لها نفوذ سياسي ونفوذ مالي داخل الاتحاد الاوروبي. لكن انجيلا ميركل صرحت بان لا دعم لتريزا ماي ولا تغيير لخطه الخروج الا بعد الحصول الاتفاق الكامل من جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. ففوجئنا صباح اليوم بتصريح برادي وهو المسؤول عن لجنه 1992، وهو اعتقد يجتمع خلال دقائق مع رئيس الوزراء لعرض الموضوع برمته عليها. ولكن المؤكد ان عمليه الاقتراع قد تصب في عده جهات. الجهه الاولى اذا حصلت تريزا ماي على الثقه المؤكده لاستمرارها في رئاسه الحزب وبالتالي سوف تكون رئيس الوزراء، لان من يرأس الحزب هو من يتولى رئاسه الحكومه، فلا احد يستطيع ان يتحدث امام تريزا ماي على الاقل مده لا تقل عن عام. اما اذا فازت تريزا ماي بعدد بسيط في الاقتراع من الممكن ان تتنحى عن رئاسه الوزراء، اما اذا حجبت الثقه تماما ستظل في رئاسه مجلس الوزراء مده لا تقل عن 6 اسابيع، وسياتي برئيس جديد للحزب والحكومه ويبدا عمليه التفاوض في الخروج من الاتحاد الاوروبي. نعم، رئيس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك يتحدث عن انه ربما يكون هناك سيناريوهات للخروج بدون اتفاق، هل هذا السيناريو مطروح في بريطانيا حاليا؟ سيناريوهات الخروج بدون اتفاق هي ما ترعب الشارع البريطاني والساسه البريطانيين. تريزا ماي مصممه تماما على الخروج من الاتحاد الاوروبي، وكان هناك جهات مجهوله تدفعها داخل الحكومه او داخل مجلس الوزراء. السيدة لا تريد الالتزام بأي صورة من الصور، حتى خطابها التي ألقته منذ لحظات لا زال لديها الإصرار على التنافس. لكن الاتحاد الأوروبي عندما أنهى الاتفاقية الاجتماعية في 7 من نوفمبر الماضي أعطى الاتفاقية برمتها لتريزا ماي، وتريزا ماي حضرت إلى بريطانيا ولديها علم مطلق بأن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أهمية لتغيير أي بند من بنود الاتفاق. ولكن حديث رئيس المفوضية ورئيس الاتحاد حتى حديث انجيلا ميركل ينصب كله فان لا يمكن ان يتم التطرق للبنود الاساسية للاتفاق، ولكن من الممكن ان تظهر بعض التوضيحات التي تطمئن الشارع البريطاني. والمشكلة الكبرى في عملية الاتفاق هي المشكلة الثلاثية الابعاد التي احتوت على الحل زائد الفاكتوب زائد المدة الغير قانونية، وهي الباكتوب وهو شبكة الأمان، لأن شبكة الأمان تم إقرارها ووافقت عليها تريزا ماي، وافقت عليها الحكومة ولم يتم تحديد أي مدة قانونية لشبكة الأمان، فبالتالي خلال عام أو عامين ستنتهي شبكة أمان، ومن المحتمل أن تكون هناك حدود للمرة الأولى بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية أو بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا الجنوبية. أيرلندا لن تريد أن يكون هناك أي حدود عالقة ما بينها وبين أيرلندا الشمالية للمرة الأولى في التاريخ، وأوروبا ترفض أن تستمر شبكة أمان أكثر من ذلك، فمن المحتمل أن تكون هناك حدود ما بين أيرلندا الشمالية أو أيرلندا الجنوبية حتى لا تكون أيرلندا الشمالية ثقب في جدار الاتحاد
الاوروبي، لان عدم وجود حدود بعد انتهاء المده الغير محدده لشبكه امان ستكون ايرلندا الشماليه كما قلت لحضرتك ضغط في الجدران الاتحاد الاوروبي، وستظل بريطانيا في الاتحاد الجمركي ان استطاع الاتحاد الاوروبي ان يرفض او يوافق على المده، ولكن ستظل بريطانيا يعني بالقوه مفروض على الاتحاد الاوروبي طالما لا توجد هناك حدود واضحه بين الايرلنديتين، ايرلندا الشماليه والجنوبيه وايرلندا والمملكه المتحده، وهي هذه هي الاشكاليه الكبرى في المفاوضات، واعتقد ان هذه النقطه بالذات هي التي قد تطيح رئيس الوزراء تريزا ماي اليوم. نعم. الاعلامي خالد مصطفى، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من لندن، شكرا جزيلا.